طيب دكتور بهلولي، يعني ما تضمنه البيان هو توصيف مثل المحتل المغربي، هل ورد هذا؟ أنت تقول البيان يحترم القانون الدولي والشرعية الدولية، هل ورد هذا التوصيف في يعني الأمم المتحدة، في نقاشات الأمم المتحدة حول نزاع الصحراء الغربية؟ وكيف ترد أيضا عن النقاط ربما التي طرحها الأستاذ محمد سالم؟ أولا في بعض النقاط التي أريد أن أوضحها. أولا النقطة الأولى، أنا أتحدث على أن بوليزاريو هو الممثل الوحيد، وأنا أعطيك الأدلة والبراهين. أولا بوليزاريو هو عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي، وله الصفة والعضوية في الاتحاد الإفريقي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي المتعلقة، أن جبهة البوليزاريو لديها الحق في الدخول إلى أروقة الأمم المتحدة. كذلك جبهة البوليزاريو هي تعتبر حسب ميثاق الأمم المتحدة هي من الحركات التحررية. كذلك أعطيك مثال آخر، هي التي رفعت دعوى قضائية أمام المحاكم الأوروبية، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أعطت لها الصفة والأهلية في التقاضي. وهذا يعطي لنا مؤشر أو معيار قانوني وموضوعي على أن جبهة البوليزاريو هي الممثل الشرعي والوحيد، ولا يوجد أي مصطلحات قانونية أخرى ضد هذا ما أقوله. وبالتالي جبهة البوليزاريو هو الممثل الشرعي والوحيد، وهو الحركة التحررية الذي يقاوم الاحتلال المغربي. لو نرجع اليوم، وكثيرا ما تحدثنا على النقاط القانونية المتعلقة بالنزاع ما بين جبهة البوليزاريو وما بين المغرب، هو الأمم بما أن الأمم المتحدة صنفته فيبقى إلى حين تصفية الاستعمار. فلماذا نريد أن نحصر الشعب الصحراوي في خيار واحد كما أشار الضيف، وهو خيار الحكم الذاتي؟ لابد أن أشير وأنا كمختص أن الحكم الذاتي لا هو قانوني ولا هو واقعي ولا هو جدي. لماذا لا هو قانوني؟ لأن الشعب الصحراوي هو إقليم، أو أن الإقليم الصحراء الغربية هو إقليم في طريق تصفية الاستعمار، لا هو واقعي. بمعنى ذلك لا يمكن أن نحصر الشعب الصحراوي في واقع الحكم الذاتي، ولا هو جدي. لا يمكن لنا أن نثق في نظام المخزن المغربي، وأعطيك مؤشرا على ذلك. اليوم ما يرتكب في الأراضي الصحراوية من ناحية القانون الدولي يشكل جرائم إنسانية، من تعذيب، من اعتقال، من ضغط وتقييد حقوق الإنسان. كذلك النظام المغربي هو نظام ديكتاتوري ملكي، فكيف لنا أن نثق في نظام ديكتاتوري؟ أنا هنا أشرت إلى نقاط، لا هو واقعي ولا هو جدي ولا هو قانون. اليوم القضية أو هنالك موجة تدعو إلى تصفية الاستعمار. أنا لما أتكلم عن القرارات القضائية سواء من الاتحاد الإفريقي عن طريق المحكمة، أو من قبل الاتحاد الأوروبي، أو كذلك من قبل المحكمة العدل الدولية، هو تأسيس قانوني يعطي لنا في القانون الدولي أحقية الشعب الصحراوي للذهاب. كذلك هنالك محاولة لطمس الحقيقة. القضية الصحراوية هي قضية تصفية استعمار، لابد أن نضع خطوط تحتها، والأمم المتحدة هي التي قامت بجدولة قضية الصحراء الغربية ضمن الأقاليم الخاضعة. ومؤخرا تم الرد على جميع المغالطات والمعلومات الكاذبة في لجنة تصفية الاستعمار. وبالتالي اليوم فيه موجة سواء في الاتحاد الأوروبي، وهنا أذكرك بنقطة جد مهمة أستاذ، في نفس اليوم الذي أعلن فيه المملكة المغربية على الاعتراف الإسرائيلي، كان فيه بيان من الاتحاد الأوروبي أو البرلمان الأوروبي يدين فيه المغرب على قضية الجوسسة وتلطيخه للبرلمان الأوروبي. يعني اختيار وقت الذي أعلن فيه أن إسرائيل تعترف بهذه الخيانة التاريخية كان في حدثين مهمين: خروج السفن الأوروبية من إقليم المياه الصحراء الغربية، وثانيا بيان الاتحاد الأوروبي الذي يدين فيه المغرب بعملية الجوسسة. وهذا لماذا؟ حتى يقوم بالتغطية أمام الشعب المغربي. طيب هذه الفكرة تكررت، لكن وصف الجزائر للمغرب بالبلد المحتل، هل هذا ينطبق مع ما يعني تقوله الأمم المتحدة، أم هو توصيف سياسي وقرار من الجزائر اليوم للصدام مع المغرب؟ لا،
لا إطلاقاً إطلاقاً، أنا أتكلم عن من ناحية القانون الدولي، وكنت أشرت إلى التأسيس القانوني. قرار محكمة العدل الدولية بلاهاي أشار بصريح العبارة في أحد فقراته على أن إقليم البوليساريو أو إقليم الصحراء الغربية منفصل تماماً عن المغرب. الحجة الثانية، قرار محكمة الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والعدل أشارت كذلك على أن إقليم الصحراء الغربية سواء الجوي أو البحري أو الإقليم الترابي منفصل عن المغرب. قرار الاتحاد الإفريقي أو محكمة حقوق الإنسان أشارت كذلك على أن إقليم الصحراء الغربية منفصل. كلها أدلة وقرارات قضائية أنا استنبطتها وتقيدت بما جاء في قرارات المحاكم سواء الدولية أو الإقليمية وأخذنا من هذا المصطلح. وبالتالي من ناحية القانون الدولي على أن المغرب هو قوة احتلال للمنطقة وأن جبهة البوليزاريو هي حركة تحررية وأن الحل الوحيد لهذا النزاع هو تصفية الاستعمار نزولا عند رغم الشعب الصحراوي الذي لا يقرر أحدا مكانه.